من الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين، لتحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بعيد استشهاد القديس العظيم ماري مينا شفيع كنيستنا هنا ماري مينا والبابا كرولوس. المزمور النهاردة بيقول كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. ومعلمنا بولس في الرسالة النهاردة بيقول إن ربما تكون هذه الأحزان هي تأديبات ربنا. Chasten. When God chasten us, we consider it as a horrible thing or that God refuses us. الموضوع مش كده، ولكن بيقول إني for whom the Lord love he chastens and scourges very son whom he receive. أي واحد ربنا بيحبه بيسمح لي في وقت معين إن هو يحصل له حبة تأديبات. ولكن إحنا بنفتكر في بعض الأحيان إن التأديبات دي ربنا بيكرهنا أو ربنا مش راضي علينا أبداً. ربنا في كل وقت احنا اولاده وبنقول فلنشكر صانع الخيرات، الله بيعطي خيرات دائمة. علشان كده ان كان ربنا بيخلينا متأدبين يعني متعلمين زيه، وده كلمة التأديب مش التأديب. حتى في الآية هنا بيقول لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. هو الضرب مش الضرب ذات نفسه، هو اسمها سكوريجيس. سكوريجيس يعني بيوبخه، لما بيجي يعمل خطأ بيوبخه علشان عايزه يبقى سماوي زي ما أبوه يبقى سماوي. كل تأديب بيجي من ربنا عاوزك ترجع لي مرة أخرى وتبقى سماوي، ما تبقاش مرتبط بالأرض، ما تبقاش مرتبط بكل تعليم الأرض. علشان كده معلمنا بولس الرسول يقول اصبروا. أول لما يجي لك تأديب الحل الوحيد اللي انت endure the chastity، تبتدي ان انت تصبر على هذا التأديب. ويقول لو ما قبلتش التأديب مش هيبقى اسمك ابن لربنا، ولكن يقول you are illegitimate and not son. علشان كده في كل وقت الله بيسمح بالتأديب افرح. افرحي لما الله يسمح بحبة أحزان قليلة شوية، بحبة ظروف معاكسة شوية، بحبة بعض الشر عليكم مرض أو أي حاجة، ده يعتبر سماح من الله لكي نقبل هذا التأديب. ويقولوا كده أبائنا بعد في أوقات كتيرة بيأدبونا، يقولونا ما تعملش كده وتعمل كده. علشان كده يقول إن كان أبائنا اللي بيقعدوا كم سنة على الأرض بنحترمهم، مش هنحترم الله؟ ولكن بيقول كل تأديب في الوقت الحاضر بيبقى غير مطاق. إن we can't tolerate التأديب، we can't tolerate الظروف اللي احنا بنمر بيها. ولكن بيقول بعد كده when we examine and trained and going through this chastity يبتدي الإنسان يتغير واحدة واحدة، ويقول يعطي للذين يتدربون به ثمر بر السلام. عشان كده يقول التأديب بيجي بسبب الرخاوة اللي احنا فيها، بسبب ان الواحد سايب ايامه كده تعدي. يقول قوموا الايادي المسترخية والارجل المخلعة. كل عمل انت بتعمله ابتدي اعمله كما يرضي الله او كأن الله هو الذي يعمله.
وكل سلوكياتك البيهيفير بتاعتك اول ما تبقى في سلوك معوج كده ومش على حسب وصايا الله رجعه تاني. يقول الارجل المخلعه، مش الارجل المخلعه ان هي تبقى فيبل، الفيبل اللي هي مش قادره تمشي في طريق ربنا، رجعها تاني. الله يدينا مسالك مستقيمه حتى لا نميل الى ضعفتنا مره اخرى، بل نمجد اسمه بكل تصرف في حياتنا. له المجد الدائم الى الابد، امين.